وينضم إلينا من مأرب مراسلنا محمود الحميدي. أهلا بك محمود معنا، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك تحديدا في صعدة والحديدة؟ صباح الخير، هناك تطورات عسكرية كبيرة في مسرح العمليات العسكرية في أجل الجبهات اليمنية بشكل عام. هناك اليوم تقدم في 4 جبهات مهمة، أبرزها جبهات الحديدة وصعدة والجوف وأيضا البيضاء، حيث أن قوات الجيش الوطني في الحديدة استطاعت الوصول إلى شارع الكورنيش وبدأت الاشتباكات مع الميليشيا الانقلابية في هذا الشارع، ما يعني أن الجيش الوطني بات في عمق مدينة الحديدة ويحاول السيطرة على مركز محافظة الحديدة بالكامل، بعد أن استطاع يوم أمس من تطهير مطار الحديدة والتوجه إلى شارع الميناء وشارع صنعاء وشارع الخمسين. هناك معارك كبيرة يشنها الجيش الوطني في أكثر من محور داخل محافظة الحديدة للسيطرة على مركز المديرية، ثم الاتجاه شمالا لقطع بقية خطوط الإمدادات الحوثية سواء القادمة من صنعاء أو القادمة من حجة والمحويت عبر مفرق كشر وعاهم في حجة. الجيش الوطني يتقدم في أكثر من محور أيضا في محافظات أخرى، أبرزها قبل قليل سيطرته على عقبة القنبع والتوجه إلى تبة الأريل في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء من اتجاه محور بيحان، بعد أن استطاع خلال الفترة الماضية الوصول إلى مديرية الملاجم من مديرية ناطع. الجيش الوطني اليوم بقطع أكثر من 10 كيلومترات داخل محافظة البيضاء يفتح جبهة ثالثة كانت ربما خلال 3 أشهر الماضية في مرحلة دفاع. اليوم الجيش الوطني من 3 محاور يتقدم إلى محافظة البيضاء للسيطرة الكاملة على محافظة البيضاء. أيضا في نهم وصل الجيش الوطني تطهيره لمواقع الانقلابيين بعد السيطرة على قرن ودعة وأيضا عدد من المناطق في مديرية نهم، ما يوازي ذلك بالتقدم من مديرية المتون في محافظة الجوف نحو محافظة عمران. في محافظة صعدة الجيش الوطني بعد أن أصبح على مشارف مركز مديرية باقم يتقدم أيضا في مديرية كتاف ويكلف الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. الجيش الوطني اتخذ استراتيجية للهجوم من كل الجبهات استغلال حالة التوهان واللحظات الأخيرة التي تعيشها الميليشيا بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الحديدة. هناك حالة توهان، هناك انهيار كبير للميليشيا الانقلابية، يحاول الجيش الوطني استغلال هذه الحالة والهجوم من عدة محاور. لأول مرة منذ انطلاق العمليات نشهد أن هجوم شرس يتزامن في 4 أو 5 جبهات وهناك مناطق كبيرة تتحرر. نعم محمود، هل أطلعتنا على الأوضاع الإنسانية في الحديدة وصعدة في ظل زيادة التوتر العسكري في تلك المناطق؟ في محافظة صعدة الوضع الإنساني سيء منذ أكثر من 10 سنوات. الميليشيا الانقلابية تحكم سيطرتها على هذه الكثير من هذه المديريات منذ العام 2004، منذ 14 عاما. الوضع الإنساني في محافظة صعدة صعب لكنه أكثر صعوبة اليوم، لكن تقدم الجيش الوطني من محافظة الحديدة وقطع شريان الانقلابيين في ميناء الحديدة الذي كان يستخدمه الحوثيون استخداما عسكريا لا إنسانيا سوف يوفر مواد غذائية وإنسانية إلى هذا الميناء وهذا المطار الذي سيخدم محافظات كثيرة منها محافظة صعدة. في محافظة الحديدة الوضع الإنساني صعب بسبب أن الميليشيا الإنقلابية تمنع حركة المواطنين داخل الشوارع والأحياء، أغلقتها بالخرسانة الإسمنتية وبحفر الخنادق، منعت وصول الأطفال والمصابين إلى المستشفيات. الميليشيا الإنقلابية تمارس انتهاكات كبيرة داخل محافظة الحديدة هذه الأثناء، لكن قوات التحالف كما تساند الجيش الوطني في العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة، أيضا هناك قوافل إنسانية كبيرة قادمة من مركز الملك سلمان ومن الهلال الأحمر الإماراتي إلى محافظة الحديدة، كما أن الحكومة أعلنت عن خطة لتشغيل ميناء الحديدة ومطار الحديدة للعمليات الإنسانية، وأيضا وعدت بصرف رواتب الموظفين المتأخرة التي قطعتها الميليشيا الإنقلابية منذ شهر نوفمبر 2017 2016. نعم محمود الحميدي مراسلنا من مأرب، شكرا جزيلا لك.